بغيت غير العيش الكريم، هادشي اللي بغيت. بحثا عن عيش كريم، بحثا عن الحرية، هروبا من المعيشة الضنكة ونظام فاسد يتلذذ بتعذيب مواطنيه. هؤلاء عائلات بأطفالها، شباب من جميع أقاليم المملكة، ضربوا موعدا هنا بمنطقة الفنيدق الحدودية مع جيب سبتة الإسبانية للهجرة الغير الشرعية، تعد الأكبر في تاريخ البلاد. تعكس أحداث سبتة مدى هشاشة وفشل السياسات العمومية التي نهجت من طرف القصر العلوي خلال ربع قرن من الزمن. الأمر لا يتعلق فقط بسياسات عمومية تم اتخاذها خلال هذه الحكومة أو الحكومة السابقة، بل هو نهج استمر مع الملك محمد السادس، طبعه الفقر أو تفقير الشعب المغربي، وكذلك ارتفاع في نسب البطالة بمعدلات جد مرتفعة. هنا بأعالي هذه الجبال قضت العائلات ومئات وربما آلاف الشباب ليال وأيام تحسبا لليوم الموعود، ليلة الأحد، لتكون الأطول في حياة هؤلاء، إما النجاة والعبور إلى الضفة الأخرى أو الوقوع في قبضة رجال الأمن المدججين بشتى أنواع الأسلحة والعصي. بالإضافة كذلك إلى أنها تعكس استعمال المغرب أو المغاربة ومعاناة ديال المغاربة كقنابل موقوتة لابتزاز الاتحاد الأوروبي وخاصة لابتزاز إسبانيا. كانت الرسالة واضحة يوم أمس علاقة بالهروب الجماعي الذي حظي باهتمام ملفت الانتباه من طرف كبريات المنصات الإعلامية سواء الأجنبية وكذلك العربية، يعكس بأن المغرب هو قنبلة موقوتة على المستوى الداخلي. حلم الهجرة والفرار من الجحيم لم يتحقق، بل تحول إلى كابوس رجال الأمن التي حصرت المكان من جميع منافذه، ولعدة أيام اعتقلت العشرات وكانت وجهتهم المعتقلات. اعتقال البعض بالقوة أدى إلى تأجيج الوضع وحدوث اشتباكات وصدامات بين رجال الأمن والشباب المرشح للهجرة الغير الشرعية. السلطات الأمنية وعلى ما يبدو تلقت أوامرا باستعمال القوة لردع المهاجرين، ما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر مادية بالمنطقة. مشاهد مثل هذه لن تكون الأخيرة في بلد محاصر بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، يكفي أن نسبة البطالة فيه وصلت لمعدلات قياسية، وغارق في مديونية خارجية لم تبلغها المملكة من قبل.